السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على عقوبة مالية منتظرة ضد عقوبة مالية ضد بعد تم وين غادي يكون استدعاء الجمال بالماضي للاستماع الى اقاويله. كاين رجاله اللي وقفت، الحمد لله، اللي باغي يعرف بلي كاين رجاله وقفت. كي نقول كيما هكا، الله غالب جا الحاج محمد راو كو جا زاتشي نقولو زاتشي، كو جا زفزاف نقولو زفزاف، كو جا الرئيس نقولو الرئيس، كو جا اي واحد كو جا صحافي نقولو صحافي، قال منا ولا مراد مازار ولا حتى جا ما بالماضي على بالو شكون اللي راه واقف في لافير باش ما يعاقبوش. سي ماتش، والله العظيم لكانوا رايحين ينهضوا عليه بستة تعليمات. ها راه مراد بوطاجين يقولكم، روحوا عند مراد بوطاجين يخبركم، والله لكانوا ناهضين عليه بستة تعليمات لولا السيد الحاج محمد راو وين خلاوها في عقوبة مالية هذه باش يكون على بالكم. انا ابن شو كان يقول لك بلي هذا يعرف الحاج، على بالكم بلي صح لو كان نتلاقى بالحاج نتصور معاه، نبغي الحاج نبغي العمل تاعه، بصح جامي هذا الحاج، هذا شتاه الحاج محمد لا شتاه ولا نعرفه ولا على بالك وين الناس ولا تكذب يطلقوا دعايات. واه نبغي الحاج خاطر علاه زينا معاه، جينا معاه ما وليناش نخافو، ما وليناش عندنا تقارع اللي كي الجوال تقارع ديما جديد. لا شو شي يقولك راه تقولك الناس اللي تعرف بولا، الناس اللي تعرف بولا. المهم راك تلعب في الطوب، راك في الطوب، راك في القمة، دايما عندك الحس ديره. على يقولك بلي عندك خمسة مرشحين الكوب دي موند، على الالمان كاع العام مرشحه. لا بغات تشوف تدخل ايكيب مينيم يقول لك الالمان مرشحه، خارج لا دائما في الطوب. لا بغات ما تطلعش، لا بغات كاين اللي يلعب في الناسيونال دو كل عام يلعب على الاكسيس كل عام دو طوب طوب يطلع دوزيام برومي، عام كامل الانصار تاوعو زاهيين، معليش توصل فينال وتخسرها. المهم وصلت فينال، المهم وصل دومي فينال، المهم ما تخرجش خروج الأنزال، ما تخرجش بنقطة، ما تخرجش برومي تور، ما تكذبش عليا، تجي تقول لي سحور، أنت هنايا أنا ما نسمعش لك إيديسيو هذاك إدريسيو ولا ما كسموه اللي قال لهم بلي إيطو طا الدراهم هذيك، هذيك غير مشاكرة خرج مشاكرة دخلها بيروح، هذاك مشاكرة ضرب بلونش، هذاك في البحر جا مشاكرة باي بلونجي دخل فيه. ولا مشاكرة تاع كاميرون، مشاكرة تاع كاميرون هذا مكان، يعني هذاك باش يبان عند الجزائريين فانيك، باش الجزائريين يسمعوه برك، باش على بالك راه دير باس كبير على بالك، على بالك بلي بارطاج التيك توك البيك توك الليك توك البيك توك، يعني راه كاع سوا كاع تفيترة هذاك. هذه هي وين عاد شبح الحكم الكومبي قاسم ليلقي بظلاله على المنتخب الوطني الجزائري بعد 8 أشهر كاملة على المباراة الأخيرة أمام الكاميرون في مرحلة النهائية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم، وكان المنتخب الجزائري قد سقط أمام نظيره الكاميروني بشكل غير متوقع خلال شهر مارس الماضي في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديالية. وكشف موقع بأن المدرب الوطني جمال بالماضي قد تلقى استدعاء من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لسماع أقاويله. ونهار اللي دار تصريحات موراها بالك بربع أيام، قلت لكم يا ودي يا جماعة هذوك التصريحات غادي ما يفوتوهملوش، غادي مام جمال بالماضي راه على باله بلي الحاج محمد راو يعني غادي يخرجه من البير، خاطش كانوا انا نقول لكم راني نعطيكم في الرسمي، كانوا مجدلو 6 تعليمات، والله لا كانوا مجدلو 6 تعليمات، نعطيكم التالية، كان الصحافي ولا يخرج يهدرها، انتوما في رسالكم، شكون اللي غادي يضرب على جمال بالماضي؟ شكون؟
كسر خير الحاج بالتليفون مشي راح وقف معاه فما غادي يوقف معاه ولا وداروا استدعاء يعني الاقاويل ولي براف. انا مي قعدت عمد نهضر مع واحد قلت له كيف ما كان والو زربح ما زربح ما والو قلت له جاما بالماضي طاح في السطار بلا يبكي ومن بعد دخل ومن بعد قال لي لا قال لي لي براف تاع في السطار تاع قال لي قادر يقول نتا جريسان قال لي خاطش الهضره تاع جاما بالماضي تاع قهوه حليب وميل فاي وفي الطرق يقول قادر جا بغا يجريسيني قال لي قادر يقولها له ما عندكش الحق تهضر مع حاكم نتايا ما هذاك حاكم راه محمي شو كي يدخل عندك للجزائر هو محمي حتى يركب في الطيارة ويقلع كيمركي البي تاعو باللي يركب في الطيارة فماك راه يسهل عليه في الطرق راه يسهل عليه يموت راه يسهل عليه بصح في بلادك راه محمي من عندك لازم انت تحميه ما على بالوش بيك كاع هذيك الناس كاين اللي يقول وهذا قاسم هذا كي قاعد في المطعم ولا مفوت لي بارتي مفوت لي حسب انت غير اول مرة ولا حسب اول مرة يا برك المدرب تقلق ما حق شوف كيفاش لونتري شوف جاب بالماضي يقول لك حاجة هاك شو هادو يكرهوك بصح ماشي مبيني لك هاك شوف ذاك واحد يعيطوا له غانو طريق طريق ولا ما كيعيطوا له عنده وجه تاع فتاة فتاة كبيرة عنده وجه تاع فتاة عندها 50 عام هي فتاة بصح عندها 50 عام وين نهار اللي خسرنا مع الكاميرون ما خلاش فيك واحد سيمانتين صابها مشي ماشية مع ذاك المخنث وكلش وما قاعد يتهمو مع ذاك المخنث صابها مشي ماشية عاود دار قلب البيستا وما سيشكر فيك بصح هذاك المخنث وهذاك طريق طريق هذاك اللي عنده وجه تاع فتاة عندها 50 عام فتاة بصح عندها 50 عام هذاك هذوك اللي باطار هذوك قاعد دايرينك ميز الله راك تشوف التالية هذاك المخنث شا قال لك قال لهم الكاف تستدعي بالماضي قال له خاطش هو يهدر بزاف قال له يهدر بزاف يهدر بزاف شو كيفاش داسين حاجه في قلوبهم ويقارعوا لك غير تميل انا نقول لك قارعوا لك تميل وعقل عليا اش راني نقول لك خاطش انا يا راني ضدك انا نضدك كون جبت اللعابه وكل انا كون تجيب عوار وتجيب منا قلت لك بغيت تخدم خويا رجعت نسكتوا عليك هذه 4 سنين معليش نسكت عليك هذه 4 سنين انا ما نجيبش الحاجه اللي رانا باغينا مكاش في ليكيب ناسيونال الحاجه اللي انا نقول لك عليها مكاش في ليكيب ناسيونال بصح غدوه ان شاء الله هادو يخرجوا يعايرك انا ما نبغيش الظلم انا اصلا نجي نقول له اي ها صايك ها استعقلوا صايك كيما نهار اللي كانوا دايرين الباز بعوار كل يوم على عوار عوار ما يلعبش مليح يخرجوا هذاك بو كلبه يخرج يعاير هذا يخرج كي قلنا لهم صايك كونوا رجال هاو جياه كاع كيما هاك بدا كونوا رجال صايك حبسو وعاد يكون راجل كونوا رجال شويه هادو يدوروا عليك جاما بالماضي انا نعطيك الرسمي هادو يدوروا عليك هذا الاولى قال لهم هو يهدر بزاف راك تشوف كيفاش قاص الكاف تستدعي جاما بالماضي هو يهدر بزاف شكي قالها لك بصح انا على بالي بلي الحاج محمد راه كانوا رايحين ينهضوا عليك بسته وانت على بالك كانوا رايحين ينهضوا عليك بستة وين بالخف يجروا وين الوزير شباب رياضة والوزير من طاب طاب كاين امور اسي الحاج تب تليفون كل سطاح غادي يعطوك عقوبة مالية من ضروك انت داروك استدعاء بصح غادي كي تروح غادي يخبطوك باموند وصايك هذه العقوبة تاعك غادي يخبطوك باموند بصح شتي الى جابها بالماضي السكات خاطش عليه قادرين يخرجوك من الدور التمهيدي تاع كاس العالم 2026 خاطش ضريتهم بالهضره على بالك بلي ضريتهم شويه شويه هذه لا عليك راني نقول لك ولد بلادي خاص نقولها لك ونعاود انا راني من بعيد نشوف انت راك في وسط الزوبعه بصح انا من بعيد نشوف ما هنا هذو كيفاش راهم يلعبوا بيك انا من بعيد راني واقف وراني نشوف الزوباعة نشوف اللي جا من الراول ضرب واللي جا في الكتف ضرب واللي جا من القدام ضرب واللي جا من الفوق ضرب بصح انت ما تشوفش كيما نشوف انايا انا كنقول لك بلي جماعتك والناس اللي دايرين بيك راهم يستغلوا فيك وهما الولا اللي غادي يدمروك الفم السبع يدوروا عليك عقل عليها اش راني نقول لك بصح تصيبنا غير حنا بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو
وان شاء الله معاكم ديما بجديد، واللي مشي بابوني يدخل يابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتكم.